بالنسبة لينا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، هذه المحاكمة تتوفر على جميع مواصفات المحاكمة الغريبة والفريدة والمتفردة لاعتبارات كثيرة. أولا لأن الجهة التي حركتها وهي مجلس المستشارين، هذه المؤسسة الدستورية النيابية المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية، كان من المفروض فيها بل من واجبها أن تقوم بكل ما لديها من جهد لتعزيز حرية الصحافة والنشر، أن تصدر تشريعات متطورة لحماية هذه الحرية، أن تقوم بأداء مراقبة الحكومة فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الحرية لحماية حرية الصحافة وكرامة الصحفيين. الغريب في الأمر أن هذه المؤسسة انحازت وحادت عن دورها وتحولت إلى جهة تضيق على حرية الصحافة والنشر. هذا مثير وغريب لأنه يفرغ المؤسسة الدستورية من محتواها الحقيقي ويحيد بها عن الدور الحقيقي الذي يجب أن تقوم به. هذه المحاكمة غريبة ومثيرة، وكما قلت تتوفر على جميع مواصفات الغرابة والفرادة، لأن الصحفيين الأربعة قاموا بنشر أخبار صحيحة، وبالتالي قانون الصحافة وكل قوانين الدنيا لا تعاقب على نشر أخبار صحيحة، بل بالعكس، نشر أخبار صحيحة بعد استنفاد كل مراحل الدقة والتحري في نشر الأخبار يجب أن يكون محل إشادة ومحل تنويه، لأنه الصحفي المهني قام بدوره الوظيفي والمهني في نقل معلومة صحيحة. الغريب أن هؤلاء الصحفيون يحاكمون لأنهم قاموا بنشر أخبار صحيحة بعدما تم التحري فيها. القول بأن الأمر يتعلق بتسريب، التسريب غير منصوص على عقوبته في قانون الصحافة والنشر، والتسريب منصوص على عقوبته في القانون المتعلق بلجان تقصي الحقائق بمجلس نواب ومجلس مستشارين لضبط عمل أعضاء اللجنة، وبالتالي هذا القانون لا ينطبق على الصحفيين، هو فقط ينطبق على أعضاء اللجنة. وحتى على هذا المستوى لنا نقاش، لم يعد مجال نهائيا في البلاد في العالم التستر على أي معلومة، حتى داخل مجلس النواب وحتى داخل مجلس المستشارين وحتى داخل جميع المؤسسات الدستورية. لذلك هذه المحاكمة تتوفر فعلا على جميع مواصفات الغرابة والفرادة. هذه المحاكمة حركها رئيس مجلس المستشارين دون حتى استيفاء الشروط القانونية الداخلية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمجلس المستشارين، لأن القرار كان يجب أن يعرض على مكتب مجلس المستشارين، والمكتب هو الذي يجب أن يتخذ القرار، ونحن نتوفر على وثيقة يتبرأ فيها جميع رؤساء الفرق النيابية بمجلس المستشارين من هذه الدعوة، بل بالعكس طالبوا رسميا من رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الدعوة. لذلك هذه المحاكمة فريدة وغريبة، تستهدف حرية الصحافة والنشر، ولا تهم الصحفي الأربعة فقط، بل تهم مستقبل ومصير هذه الحرية في هذه البلاد.